وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. العراق بلد النهرين يعاني من شح المياه وملوحتها، إن توفرت ما الأسباب الحقيقية للأزمة برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع المجتمع العراقي يتردى بشكل متدرج وينم عن ضعف في قيادته السياسية التي لا يهمها مطلقا معيشة الشعب العراقي وسبل تحسين البناءات التنموية الاقتصادية فيه، وإنما الهم الوحيد لهؤلاء الذي ابتلي بهم العراق أن يتجهون إلى ملء جيوبهم من مليارات الدولارات لشراء الفلل والقصور والاستثمارات في مختلف أنحاء العالم. لذلك أهملوا بشكل كبير كل القطاعات الاقتصادية العاملة في العراق، القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي ومختلف القطاعات التي يمكن أن ترفد الموازنة العراقية وتحقق مستلزمات البناء التنموي بها. ومن آخر التقليعات التي مني الشعب بها من هذه الحكومات الجائرة والتي ترتبط بأجندات خارجية تقوم على أساس إذلال الشعب العراقي وعدم تمكينه حتى في مستوى عيشه. لذلك نجد أن الضرر الذي انتاب هذه المجتمعات بالوقوع بعدم إمكانية بناء وزراعة وتحقيق المستوى الزراعي من جراء هذه الملوحة وعدم توفر المياه، وهذا قد تأتى من خلال قيام الدولة التركية ببناء السد الكبير الذي باشرت به، وقد أخبرت في حينها العراق على ضرورة القيام بمتطلبات وفرة المياه عن طريق السدود والخزانات لديه، لكن الحكومة بقيت منشغلة طيلة هذه الفترات التي بني بها هذا السد العظيم في تركيا بما تستحوذ عليه من أموال الشعب نتيجة التركيز على بيع النفط والحصول على أمواله ومن ثم تحويلها إلى جيوب هؤلاء السراق الذين أمعنوا ذلا وتكبيلا للعراق العظيم. دكتور العراق بلد نجدهم قد أوعزوا إلى عدم القيام بزراعة الرز. وإن المنطقة الوسطى من العراق تشتهر بالعنبر، فعنبر الشامية وعنبر المشخاط من المنتجات الاقتصادية المهمة التي كان العراق يصدر من هذا العنبر إلى مختلف الدول، وكذلك يحتاج عليه أبناء المناطق. طيب هذه الأزمة دكتور والنجف وكربلاء وغيرها. دكتور من المناطق في وسط وجنوب العراق. دكتور خضير، هذه الأزمة أزمة شح المياه وإهمال القطاع الزراعي، كيف كيف ستؤثر انعكاسا على الوضع الاقتصادي للبلد؟ كل ما يتعلق بمستلزمات نجاح القطاع الزراعي يعتمد على المياه، والمياه أصبحت كحيحة بحكم إهمالها وعدم القيام بتوفير السدود والخزانات التي يتوفر من جراءها الماء لتغذية القطاع الزراعي. ولا ننسى بأن العراق لديه
رافدين مهمين دجلة والفرات، ثم إنه يغذي مساحات شاسعة، وكان العراق يطلق عليه بلد السواد. الآن أصبح العراق في ظل هذه الحكومات التي مني بها العراق وأذلت ودمرت شعبه ومؤسساته. هذه الحكومات لم تعدوا أي جهد في تحقيق أي بناء تنموي اقتصادي على الصعيد الزراعي، لذلك سيصبح العراق أرض جرداء صحراوية سيتدمر من خلالها الشعب دمارا كاملا. طيب دكتور، يعني العراق اشتهر أيضا بزراعة النخيل، البصرة وحدها كانت تحتوي على ملايين النخلات، لكن اليوم هنالك محاولات للحكومة لحرق هذه النخيل وتجريفها بحجة وجود نفط تحت هذه الأراضي. يعني المحاصيل العراقية من التمور، والعراق معروف عن أنه يحتوي على أكثر من 300 فصيل، كيف ستتأثر أيضا؟ العراق يطلق عليه بلد لـ30 مليون نخلة. المساحات الشاسعة من النخيل في البصرة بشكل خاص كانت تغطي حاجة العراق ويفيض منها تصديرا إلى مختلف الدول العالمية بما فيها أمريكا والدول الأوروبية والدول الشرقية بالتمور العراقية التي ينوب عددها على أكثر من 600 نوع من التمر. هذا البلد حينما مني بهذه الحكومة بدأ تجريف النخيل وعدم رعايته، بحيث ستصبح البصرة مستقبلا أرض جرداء لا يتوفر فيها أي مستوى من العيش الذي يحقق لشعبه ما يصبو إليه. الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.